يبقى العب بولت. اوكي اوه نايت اوف فور عنده، ما شاف نايت اوف فور. اوه عندي 95. اوكي اوكي ريماتش. اوه ليش جي تصنيفه؟ انا على بالي 2900 وشي تصنيفه. انا شفت تصنيف البلتس عنده مش تصنيف البولت.
اف 3 عنده مو بخساره. اوكي عبالي وضعي يفوز، تحمست. اوه وضع مو بسهل مول. نايت اف 4 او 94 كان عندي. اوكي يقدر ياكل. اوكي بيشب F4 كانت أقوى. أوكي إذا بيشب D6 نفس الشيء. لا لعب هاي. شو كينج اف وان اي؟ شو كنت ألعب كاروكان؟ كم مرة يطيح بالفخ؟ هالمرة صدق خسارة عاد.
شبي اوكي جندي عندي كش اوكي العب سمبل احسن. اه يبا ياكل ما شفت هاي اوكي لازم ياكل الحصان بعد وضع يفوز اذا كل لازم العب كوين اف 2 اوه ما شفت انه كان عندي كش احسن اوكي نكست 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 اوه ما عندي بشب لا ما في بشب يفون ليش خدت الفيلين انا اوه هل جندي ببلاش؟ زين ما شاف. اوكي بلعب دي 5 بسلك الجندي. بحاول اطلبها بدون ما ينتبه. لحظة اذا كلت 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 كوين دي 3 ما يقدر ياكل في الدي 6 عندي كوين دي 3 اوكي درب 3000 الحين كم واصل مشكلة فرق التصنيف وايد شو يلعبون طالبنا عندي 2 عندي 3 بس هالجندي مطلوب تيك 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 ولا سمبل للعب احسن جود موف لعب الحين بيحرك الفيل طالب هذي ترى لعب اتش 5 ترى لعب هايروكي 6 اوكي وضعي شوي احسن وقتي شوي احسن
المفروض لعبت E5 اول. اوكي اوكي وضعي زين الحين. ابا نايت اي 6 الحصان ها مطلوب. تك تك بشب اف 7 نابروكسي 1 عندي نايت اي 5 دان هادي اذا تك 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 لا تك تك ما بحسب. روك دي 8 كوين سي 4 ولا نايت اي 6 نايت اي 6 تك تك لا كوين سي 4 احسن. طالب هذا طالب نايت اي 5 نايت اي 5 اذا كان اقدر اركب الجندي والعب اي 6 احسن يمكن. Okay, next game. لعب نايت اف 3 اول. اوكي ما تفرق وايد. ليش كنت بالفيل انا؟ ما سلب ترى كانت. لا يكون عنده تضحيات كوين اي 2 كوين جي 3 نايت اتش 5 نلعب بشب اي 8 ولا بشب بي 5 ولا بي 5 الحين بلعب اي 5 جندي سي 2 هل الفيل مطلوب؟ ياكل بلعب يا روك هني بس يحاول يحبس قلعتي من الصبح. حبسها.
King of one. يمكن من احسن الايام اللي لعبتها واخشيت عدل. باقي الايام اللي لعبت لعب اي كلام فزت. اوه الجندي تاكل ما شفت. لازم احاسب ملكي بعد ضعيف. هو عنده روك اي 1. روك اي 1 تيك. شافها ما عنده. نحن اثنين بلايند كنا. لحظة. اوكي. اتذكر شيروف لعب جيم تشي بس خصمه ما لعب بشب سي 4. خلينا نكسر وزرة اسهل دام عندي قطع زيادة. ما في مات باقي القلعة. أحب ما في ستلميد. ياس يلعب وياي المين لاين في البولت. ما حد يلعب لاينات تشي سيريوس يعني. بس هو ياس يلعب يحاول يلعب لعب دقيق. ابا اكل مات. اوكي كوين دي 5 اقدر اكل اقدر احرك. شو احسن احرك كنا اضحي.
غبية كانت هاي. يلا ما باقي شيء على 3000. بيشوف دي 7 عبالي بيلعب 95. او بيشوف دي 4. او كان عندي روك روك جي 6 حتى بعد البلندر. اوكي ريماتش. يحب يلعب سلاب هو اتش 6 وبيشوف او جي 5 بس ياس يلعب تفاريع صح ملعوزني يعني يلعب ميل لاينز لازم اقعد اتذكر شو احسن نقله وانا ما اتذكر شيء الحين ما في وقت اتذكر. وين المات؟ وين المات؟ ما اشوف المات. اوه روك اي 7 المفروض ما اعطيت النقلة هاي.
لاست جيم لاست جيم اخر جيم اخر جيم. انا انجليزي عربي ملخبط كل شيء. اوكي نفس الكاروكان مفروض الابيض يكون وضع شوي احسن بس مضيع اللاين هو، وانا ما اتذكر الصراحه ليش الابيض لازم يكون احسن. اوه لو لاعب جي 5 كان بيتلعوز. ثانك يو. اوه 3000 اخيرا رجعت 3000 في البولت. الحين لازم اوقف. الله يبارك فيك. يحب الالم ويريد المزيد من الالعاب. Perpetual stalemate such a big words. الحين لازم في البلتس اوصل 3000 ولازم اجيب 50 في